في إطار إنهاء إجراءات تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة بحضور المؤسسات والجهات أعضاء التحالف الوطني. وترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبد العزيز. يوم تاريخي بإقرار النظام الأساسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأيضا إقرار اللوائح التنفيذية التنظيمية الداخلية لهذا التحالف. النهاردة تتويج لكل الجهود منذ إعلان السيد الرئيس بقرار جمهوري تشكيل لجنة مؤقتة للبدء في الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف. الهدف الأساسي بكل الأحوال إنه كل الموارد، كل البرامج، كل المشروعات تكون فعلا موجودة لصالح أهالينا الموجودين والمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. أهم نقط احنا خرجنا بيها هو العمل على وضع استراتيجية خاصة بنشاط التحالف ومجلس أمنائه في 2024 حتى 2030 بإذن الله، الوقوف على ثلاث مبادرات بيتم التنسيق والدراسة ليهم حاليا داخل مجلس الأمناء. المبادرة الأولى اللي هو الاهتمام بالتعليم والتعليم أولا، ثم المبادرة الثانية وهي تنمية الأسرة المصرية والنهوض بالقطاع الصحي، والمبادرة الثالثة وهي التمكين الاقتصادي والريادة. التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي هو الآن يدخل إلى مرحلة جديدة وبالغة الأهمية، ويطور من نفسه من أجل القيام بدور كبير جدا وواسع في مجال التنمية بشكل عام. الاجتماع شهد اعتماد الجمعية العامة النظام الأساسي واللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية عمل التحالف الوطني 2024-2030 لتنطلق أنشطة التحالف الوطني بعد إنهاء إجراءات التأسيس بشكلها الجديد بخدمة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية. الهدف هو إنه العمل الأهلي في مصر والجمعيات الرئيسية اللي بتشكل التحالف إزاي نوصل للمواطنين غير القادرين للقضاء على الفقر وعمل تنمية مستدامة حقيقية يقوم بها المجتمع المدني. أنا بعتبر ده ميلاد جديد للتحالف، لأن احنا النهاردة في الجمعية العمومية أقررنا باللائحة الأساسية وكل لوائح الداخلية اللي بتنظم عمل التحالف. التحالف بقاله سنتين بيشتغل بس بشكل تطوعي، لكن دلوقتي بقى أعتقد هنبتدي انطلاقة جديدة بشكل مؤسسي. كلنا سعداء لأن أول خطوة ناخدها النهاردة لبداية عمل فعلي من لائحة تنفيذية للائحة مالية لإجراءات قانونية للائحة موارد بشرية، خطوات جدية وفعلية. ناقشنا حاجات كتير اتكلمنا فيها، والفكرة الأساسية من ضم مكتبة الإسكندرية للتحالف هي فكرة إنه المكتبة تقوم على إعلاء قيم إنسانية مرتبطة ارتباط شديد جدا بالقيم اللي بيقوم عليها التحالف. بدوره يعتبر التحالف الوطني مظلة كبيرة لتوحيد جهود المؤسسات وتنسيق أعمالها داخل إطار واحد ودور موجه لخدمة المواطنين الأكثر استحقاقا وسد احتياجاته وتغيير ملامح حياته إلى مستقبل أفضل.